صباح الحب، صباح الخير، صباح التفاؤل. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أتمنى نهاركم يكون كل طاقات إيجابية إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنى تلقاو هذا الفيديو وتكونوا إن شاء الله فرحانين متفائلين، يعني كنتمنى هذا. وكيف ما عودتكم روتين جديد، بيان سور دابا رجعنا لا روتين اليومي دابا كيف العاده. يعني صافي انا حطيت الوليدات في ليكول ودابا رجعوا اليوم نهار الميركودي فكيخرجوا مع 12. طبعا ان شاء الله ندوز عندهم وداك الساعه بقاو معايا باش نشوفوا كي يدوز هذا النهار ان شاء الله. ساعة نشوفو فين نمشيو، نمشيو ديريكتومون للدار ولا نمشيو لشي بلاصة أخرى. داكوغ، دابا حنا وصلنا. جبت الدراري على بشويه، قلت نهرسوا شويه ديال هذا معايا، يلاه دابا كندخل لراسي وهذا، قلت يلعبوا شويه يرتاحوا شويه ما فيها باس. انتم عارفين لو ميركودي ما كنبقى ما يديروا في العشيه، فخليهم يلعبوا شويه يديفولاو وانا في نفس الوقت نمشي نقضي الاغراض ديالي، ناخذ لهم داكشي اللي باقي خاصهم. تراكم عارفين دابا هاد الشهر الاول تيبقى دائما كل ساعه خاصه هادي خاصه هادي، فضروري كل ساعه كتخرج شي حاجه. المهم ماشي مشكله كما كتشوف هاد البلاصه زوينه. المهم كتحط وليداتك وكتبقى مامن عليهم، يعني ما كتكونش شي مشكل. هما كيعجبهم الحال هنا، فداكشي علاش كنجيبهم، حيت كيحسوا بون كيتلاقاو بالدراري وداكشي مزيان كيلعبو.
الوقت دخلت المتجر باش نشوف شنو خاصهم وداكشي اللي باقي ناقص. والحمد لله كاين لو شوا هادشي باش كي هي مزيان الواحد فاش كيمشي لشي بلاصه كيكون فيها كلشي من الاحسن، يعني كتكون عارف شنو خاصك، كتكون هاز لا ليست ديالك وكتاخذ داكشي اللي خاصك على خاطرك، يعني ما كتعذبش الحمد لله. ودابا هذه هي الميزه انه وليتي كتلقى في المتاجر الكبرى كتلقى داكشي اللي خاصك كامل، يعني تمن الغلوفه تمن هذا حتى شي حويجات اللي هذا، يعني ما كتضطرش تبقى، يعني كتاخذ كلشي في دقه واحده صافي. المهم خدي داكشي اللي خاصك. حبيت نشارك معكم كي داز هاد النهار وكي داز الروتين ديالي مع الابناء ديالي، وعجبهم الحال الحمد لله. اني رجعت عليهم وكملوا بيان سور شويه اللعب ديالهم، ما سخاوش ما كيسخاوش الدراري الصغار هكا ما كيسخاوش، كيبغيو يلعبوا كيبغيو شويه، المهم كيبدلوا الجو صافي. المهم كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش ليا بلايك ابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وما تنساوش تتابعوني على انستغرام باش يوصلكم كل جديد. وكنشكر جميع المتابعين والمتتبعات الاوفياء، كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى لكم سنه دراسيه ناجحه ان شاء الله، والله يدخلها لنا بالصحة والسلامة، والله يحفظ لكم وليداتكم، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة إن شاء الله. يلا الفيديو الجاي إن شاء الله انتظروني وما تزبطوش.